بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، بالنيابة عن الإدارة العامة للدفاع المدني وجمعية قطر الخيرية، أود أن أرحب بكم في دورة فن إدارة الأزمات والمقامة على هامش معرض ومؤتمر الدفاع المدني، والتي يقدمها كل من فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني الداعية الإسلامي والمؤلف، ومن أشهر مؤلفاته كتاب لا تحزن الأول عربياً والذي طبع منه 10 ملايين نسخة بثلاثين لغة عالمية، والدكتور محمد العامري المدرب والمستشار الإداري والتربوي وخبير التنمية البشرية في الوطن العربي. إنها دورة تطبيقية وعملية، نتمنى لكم معهما المتعة والفائدة، فليتفضل مشكورين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الإخوان والأخوات في هذا الملتقى الذي يعتبر الأول لأول مرة معي من حيث انطلاقة كتاب لا تحزن وتجسيده في ميدان وفي عمل وفي تدريب. ويسعدني أن يكون معي الدكتور محمد العامري، لكني أرحب بكم جميعاً وأشكر إدارة الدفاع المدني بدولة قطر على استقبالها واستضافتها، وأشكر الرعاة الذين رعوا هذا اللقاء. أنا سعيد بكم لأني أنا أعتبر كل واحد منكم واحدة هم نجم، كل من سجد لله فهو نجم، كل من قال لا إله إلا الله فهو نجم، كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نجم. نحن شرفنا أننا اهتدينا، ومن الهداية والنور الرباني أتتنا كلمة لا تحزن، لأن أتت في الغار، الغار الذي أتى فيه الوحي، أتت فيه الرسالة، نزلت في إقرأ، ترى سجلت فيه كلمة لا تحزن لك ولا تحزن لك. قال صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا، أنت قل لقلبك دائما كل ما حزنت لا تحزن إن الله معنا، إذا مرضت، إذا سجنت، إذا ابتليت، إذا وقعت في أزمة التفت لقلبك قل لا تحزن إن الله معنا. الذي الله معه كيف يحزن؟ ولذلك أحييكم أيها النجوم الرائعون بما قال أبو الطيب: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ولذلك أقول بالشعبي على ذكر النجوم: داعي أهل الله كني جلست على النجوم، الشرف في طاعته والهدى والمرحمة، ما تشيخنا المشالح ولا حمل الختوم، شيخة بالعلم وآيات ربي المحكمة. ثم أقول مسلما على أهل الدار وشاكرا: بسم الله نبدأ، توكلنا على الله، وأحد ما يجبر الأزمات غيره، ما يجبر العثرات غيره، نستعينه في الأمور ونبتهله، مؤمنين بالقدر شره وخيره. في قطر شفت الكواكب والأهلة، خيرة المولى عسى أفهم الخيرة. أنا اليوم أقول لكم نقلة نوعية مع الدكتور محمد العامري في هذا اللقاء بكم، لنجسد المعاني التي في الكتاب في دنيا الواقع، حتى لا نهتم، حتى لا نحزن، حتى إذا زارتنا أزمة. وأقول لكم كل واحد منا في حياة، كل واحد منا في حياته عنده أزمة أو مصيبة أو مشكلة، تحت كل قصة غصة، كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن. فجئنا الليلة نتواصى بطرق عملية تدريبية ميدانية تطبيقية، كيف نواجه الأزمة، كيف نواجه المصيبة التي سماها القرآن مصيبة، كيف نتعامل معها، هو ما سوف تعرفونه. الجديد اليوم لأول مرة أن قرنا بين الكلام العلم المقال الآية الشاهد البرهان وبين التطبيق وبين الميدان وبين المعلومات التي تطبق في دنيا الواقع مع الدكتور محمد، لأنه مختص في هذا الباب، وأنا أمثل الجانب النظري العلمي الشرعي المعرفي، وهو يمثل الجانب الميداني التدريبي. فأنا سعيد بكم، أشكركم أنكم حضرتم وأنكم اجتسأتم من وقتكم، إن شاء الله تخرجون سعداء وأنتم سعداء، وإن شاء الله نجد وإياكم الحلول والمفاتيح والتدارس لأزماتنا، ونعود ونحن بإذن الله راضين، ونحن راضين ونكرر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا.
وأشكركم وأحيل الكلام إلى أخي سعادة الدكتور محمد العامري فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله البشرية أجمعين. بداية أرحب بكم جميعا، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون لقاء موفقا، لقاء ممتعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أتقدم بالشكر أجزل والتقدير أجل للإدارة العامة للدفاع المدني ولوزارة الداخلية في دولة قطر على هذه الاستضافة الرائعة. نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقدم لكم اليوم ما يليق بهذا المقام. كما أتقدم أيضا بالشكر أجزل والتقدير أجل لرفيقي في هذه الرحلة الدكتور عايض القرني الذي سمح لنا أن نقدم دورة مشتركة نتحدث فيها عن كيف نستطيع أن نطبق مهارات علم الإدارة في ضوء كتاب لا تحزن. خلال الساعات القادمة سنستمتع بإذن الله سبحانه وتعالى بكثير من التطبيقات الإدارية وكثير أيضا من الأفكار التربوية المضمنة داخل هذا الكتاب، سنحولها إلى أدوات. الجديد معنا في هذا اللقاء ونريد أن نتشارك في التعلم كلنا أن كما تشاهدون هذه القاعة صممت بحيث جميعا نستطيع نتفاعل وسنعمل ورش عمل، وبالتالي سنبدأ من الآن نتحدث عن كيف نستطيع أن احنا ندير عملية التدريب. ما سنعمله خلال الدقائق القادمة أني سأتحدث خلال الجزء القادم عن كيف نستطيع أن نوجد اتفاقية عمل وكيف نستطيع أن نكون مجموعات عمل حتى نستطيع نبدأ نكون ورش عمل على كل المعلومات سنأخذها. بداية أيها الأحبة أرحب بكم في هذا اللقاء وأذكركم بشيء، إذا أردنا أن نتعلم يجب أولا أن نتعب في تعلم العمل، إذا أردنا أن نتخلص من الأزمات يجب علينا أولا أن نتعلم كيف نستطيع أن نتخلص من الأزمات. عندنا 12 عامل سنتحدث عنها، 12 معلومة مهمة جدا في إدارة الأزمات في التفكير، لكن هذه المعلومات حتى نأخذها نحتاج يكون عندنا قواعد أساسية. بداية قبل أن نبدأ أيها الأحبة، الناس لما يحضرون أي لقاء يبدأون هم متحفزين شوية، صح ولا يا دكتور؟ يعني الناس حاضرين كذا برسمية، خلنا نجرب شيء. جرب معي أخي الكريم الآن، لو قلنا نبغى شوية نتغير التدريس نمط، هو شخص ما يعرف وأشخاص لا يعرفون، أما التعلم التعاوني فكلنا نتشارك في عملية التعلم، نريد أن نقيم ورشة تعلم كنا نشارك فيها أيها الأحبة. نحن ما سنقرر في هذا اللقاء أما نستفيد من هذه الورشة أو أن تصبح عندنا معلومات جيدة وجميلة أخذناها في هذا اللقاء. ولذلك عندنا بداية سأتحدث عن المواعيد، نحن بدأنا في تمام الساعة 4:20، سننتهي بإذن الله في تمام الساعة 9:20. هذه بالنسبة للمواعيد. هذا الأوتوبيس هو أوتوبيس البرنامج التدريبي، أوتوبيس البرنامج التدريبي زي ما يقولوا الآن بلش، يعني الآن انطلقنا وسنستمر في نفس موعدنا، وبالتالي نتمنى منكم جميعا ضبط مواعيدكم على الجدول اللي تشوفوه معايا. عندنا أوقات الصلاة ستكون عندنا الفترة الأولى انطلقنا فيها من الساعة 4 إلى 5، سنتوقف مع صلاة المغرب، سنأخذ استراحة مدتها نص ساعة، سيكون عندنا فيها كوفي بريك في الخارج، ثم سنصلي صلاة المغرب، ثم سنعود مرة أخرى لنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سيكون عندنا فترة تدريبية ثانية ساعة تدريبية، ثم سنأخذ صلاة العشاء وسنتوقف معها استراحة، ثم سنعود مرة أخرى لنعود مرة الثانية. وأيضا على الطاولات لديكم جدول مواعيد موجود عند كل واحد منكم ورقة لجدول مواعيد لضبطها. سننتهي بإذن الله في حدود الساعة 9:10، تعويضا للجزء الذي كنا قد فقدناه في البداية. فترة الاستراحة فترة رائعة جدا، سيكون معنا في الخارج كوفي بريك، أيضا سيكون معنا دورات المياه موجودة أكرمكم الله في الممرات الخارجية، والأخوة المساعدين برا سيساعدوكم على هذا الأمر. عندنا بالنسبة للأسئلة والتدوين موجود بين يديكم مذكرات، المذكرات موجودة لكل شخص. للعلم تستطيع أيضا العودة للموقع وتحميل المذكرة بالكامل، لكن موجود أمامكم أوراق كبيرة اسمها أوراق A3، هذه الأوراق فيها التمارين. الأوراق هذه التشاركية لكل مجموعة، ستكون عندنا مجموعة أوراق من أجل التشارك بشكل كامل. أيها الأحبة، بالنسبة للتدوين كل ما نريده من كلمات مكتوبة ضمن المذكرة، لكن نريد فقط معلومات منكم موجودة معنا حتى نستطيع نتعاون فيها. الإيجابية تعني أن نتشارك جميعا. لدينا 12 نقطة مهمة، 12 نقطة ممتعة التعلم فيها، مفيدة لنا في حياتنا، نريد نكون مجموعات عمل الآن حتى نكون جاهزين لتقبلها. طريقة التدريب اللي ستكون معنا موجودة، طريقة التدريب تتحدث بالشكل التالي: كل مرة سنأخذ نقطة، سنعقد ورشة عمل، بعد ما ننتهي من هذه النقاط نأخذ ورشة عمل حتى نشوف ما الذي تعلمناه في هذه النقاط. بس خلني أسألكم سؤال في البداية، أنتم كيف طاقتكم؟ بطارياتكم أي نوع؟ إنرجايزر ولا بطاريات من ذيك حق أبو قطو اللي كان زمان؟ يعني عندكم قدرة نأخذ الخمس ساعات كلها بحيوية ونشاط، ولا راح نتعب شوية؟ نبغى نشوف كيف نستطيع نعمل. كما تلاحظون على الجدران علقنا أوراق، عندنا جهزنا إلى 100 ورشة تدريبية، كل مجموعة مفروض سيختاروا رقم حتى يكون هذا ركنهم الخاص بهم، كل ما ينتهوا من مجموعة سيعلقوه في هذا الركن. طريقتنا في التدريب ستكون بالشكل التالي: عندنا هدف أساسي، هدفنا هو تطوير وإثراء مهارات المشارك في مجال إدارة الأزمات.
هدفنا الأساسي نتشارك كلنا في التعلم. اليوم إحنا في عالم المعرفة، بالتالي كل واحد منا يجب أن يتفاعل. لسه نتعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى هو كيف نستطيع أن ندير الأزمات. رح نبدأ نبلش الآن نسوي أول ورشة. أول ورشة عمل عندنا هي ورشة تكوين مجموعات للتعلم. طريقتنا في التعلم هي عمل جماعي، بالتالي رح نستغل على طريقة ديناميكية المجموعات. ديناميكية المجموعات تعتمد على الشيء التالي: كل مجموعة، كل الناس جالسين على الطاولة، رح نجمع بعض، نتجمع على شكل طاولات، كل طاولة عليها من 4 إلى 6 أشخاص. المطلوب مننا نبدأ تكوين، نتعرف على الناس الموجودين معنا، نقيم معهم علاقة، نتعرف عليهم، نسلم عليهم، ثم سنبدأ بعد ذلك نعمل التمارين. أول ورقة عندكم في الأوراق A3 ورقة اسمها ورقة كيف تستطيع تكون مجموعة في الأوراق A3. يا ليت الإخوة أخي يوسف تعطوني الأوراق A3 تشيروا لها. الأوراق A3 اللي هي الأوراق الكبيرة، هذه الأوراق الآن A3 موجودة عندكم، ارفعنا الورقة. في أوراق موجودة عندكم A3 فيها نريد منكم كل مجموعة تشكل عندنا المجموعة رئيس للمجموعة، رئيس للفريق. نحتاج واحد يكون مقرر، شخص يكون ميقاتي عشان يضبط العمل للفريق، وأيضا شخص يكون مسؤول عن ركن المجموعة. ستختار المجموعة أحد الأركان لتعليق أوراقها عليها. نحن نريد نتعامل عملية تطبيقية، نبغى منكم تفاعل، نبغى نشوف تحدي. احنا جايبين أيضا معنا مجموعة نجوم، ونبغى نشوف من أكثر مجموعة اليوم ستأخذ معنا الدرع للتميز، من الناس اللي بيكونوا أكثر حركة، أكثر نشاط معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. نحتاج منكم الآن الشيء التالي: الورقة الأولى عندنا تمرين مدته الآن 10 دقائق. المطلوب من كل مجموعة الآن تختاروا رئيس، تختاروا اسم المجموعة، تختاروا مجموعة مكونة من 6 أو 5 أشخاص، يعني ليت المجموعات اللي هنا يندمجوا سوا، يقربوا على بعض شوية، بحيث نبدأ نكون مجموعات. كل مجموعة سنختار هذا، نكتب هذه الورقة الاسم، ثم بعد ذلك نختار نكتب فيها المقرر، ثم بعد ذلك المجموعة ستختار أحد الأركان. الشباب سيساعدوكم على هذا الأمر، تختاروا أحد الأركان، راح تعلقوا ورقتكم في الركن المخصص لها، ثم نبدأ نأخذ 12 عنصر اللي سنستفيدها بإذن الله سبحانه وتعالى من دكتورنا الدكتور عايض بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي سيطلنا بكثير من الإطلالات على موضوع كتاب لا تحزن، ثم سنقرنها أيضا بعلم الإدارة. نبغى منكم تفاعل كامل. أبدأ أحسب الوقت، عندي 10 دقائق، مفروض بعد 10 دقائق تكون خلاص كل المعلومات تعلقت على الجدار. نبدأ 10 دقائق الآن، نحسب 10 دقائق عندنا. نبدأ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عندنا 10 دقائق. يلا يا شباب بسم الله، يلا يا أخوات، ما شاء الله هناك على أخوات، يمكن بدأوا الأخوات أسرع. هذا المؤقت سيساعدنا في ضبط الوقت، بمجرد تنتهي 10 دقائق مفروض تكون الأوراق خلاص تعلقت على الجدار. نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله. عندنا 10 دقائق، الوقت الآن يحسب 10 دقائق. بسم الله، بسم الله، نبدأ نبدأ نبدأ. عندنا 10 دقائق كما تلاحظون الآن على المؤقت، 9 دقائق. ارتاح ارتاح. وش الفقرة اللي بعدي أنا؟ نبدأ على طول في النقاط. نقاط. ممتاز ممتاز. الآن إذا نجحنا في دي علقوا الأوراق. ممتاز. سكنا الطريق. أي والله سلمت. عندك بعدين من الآن حتى صلاة المغرب تأخذ ال. الأربعة. الأربعة. أبشر. قبلها أنا بقدم فكرة عن النقاط. أيوة. لا لا بس لا. الموضوع انه اهم شيء يكون تطبيق تمام. ايوه بس خليني اعلق وادخل. أيوة أنا مره واحده خلاص بعدين يعني بكمل شويه احط النقاط 12. في لاصق موجود على الطاولة، في مقصات موجودة على الطاولة. خلاص يا سلام، نعلق 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 نعلق. بسم الله، يلا شباب نعلق. اختاروا احد الاركان، اختاروا احد الاركان وعلقوا فيه الركن الخاص به.
على نفس الطاولة في رقم 8، في دائما الطاولة لها رقم شبيه لها موجود هناك، في رقم موجود على نفس الرقم. يا سلام يا سلام يا سلام. لا الشباب كانوا أسرع من السيدات، ما شاء الله على السيدات، كانوا أول ناس علقوا ما شاء الله عليهم، 3 دقائق بس ما شاء الله عليهم. لا 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 ما شاء الله، يعني الأخوات تذكرهم أسرع من الأخوة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إحنا عندي نجوم، كل مجموعة راح يعلقوا أسرع، راح نعطي مجموعة نجوم، نبغى نشوف من الناس اللي اليوم بياخذوا نجوم أسرع، نبغى نشوف من الناس راح ياخذوا نجوم أسرع. يمكن الأخوات اللي عندنا هنا عندهم يعني ما شاء الله في 3 دقائق، خلينا نعطيهم النجمتين هنا بس، علقوها هناك في ركنكم. تفضلوا يا أخوات، تفضلوا يا سيد الله يجزيك خير، يلا تفضلوا تفضلوا. كيف الأمور؟ تمام؟ كيف حالك؟ يلا يلا يلا. هذه نجمة لك بس لا تقول لأحد، ها؟ علقوها، اختاروا الرقم هناك مناظر لهم. 86 رقمكم 86، هذا الرقم 69، بتعلقوا على الرقم 69 في رقم 69. إيه؟ بتعلقوها الآن، بتروح هناك في ركن حقكم. المقرر يعني الشخص اللي يكتب. مقرر. طيب خلاص الآن من مسؤول ركن المجموعة اللي حطيته؟ أستاذ محمد عبد الكريم يروح الآن بيعلقها لين يثبتها محلها. يلا يلا بسم الله. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب، نعلق الأوراق نعلق الأوراق. أيوه ممكن تحطوا لوجو. بسم الله. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب، نعلق الأوراق نعلق الأوراق نعلق الأوراق. بسم الله. يلا يا شباب نعلق الأوراق نعلق الأوراق نعلق الأوراق نعلق الأوراق نعلق الأوراق نعلق الأوراق. بسم الله بسم الله، نعلق الأوراق نعلق الأوراق. ايوه اختاروا اسمكم بس بالرقم ولا لا لا، حطوا لكم اسم هناك موجود عندك في الجدول، مثلا مجموعه التميز. فين جدولكم؟ كذا اخترنا. خلاص نبدا. حلو، اختاروا اسم المجموعه، اختاروا رئيس المجموعه. نبدا بسم الله يا شباب. يلا يا اخوات بسم الله باقي عندنا 5 دقائق. بسم الله نبدا 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 نبدا. بسم الله. كيف حالكم؟ انتم ما شاء الله متميزين، كيف حالكم؟ ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. احنا اخترنا نجوم ما شاء الله، بناء على بنعطيكم انتم نجوم كذا، احنا نخاف منكم اصلا. لا لا حاطين 5 نجوم ما شاء الله، وهذه نجمتين بناء على اللي ما شاء الله. الله يجزيكم كل خير. يلا يا شباب بسم الله بسم الله، نعلق الاوراق نعلق الاوراق نعلق الاوراق نعلق الاوراق نعلق الاوراق. بسم الله. يلا شباب بسم الله، نعلق الاوراق. يا سلام، في مجموعات هنا يقولوا اختاروا تحطيم الارقام، كل أرقام بيعلقوا الأوراق. طيب الطريقة الآن الإجرائية إنه كل مرة سنأخذ نقاط معلومات قيمة ثم سنأخذ عليها تمرين مباشرة. نبدأ بسم الله. باقي عندنا أربع دقائق هذا التمرين. تذكروا نحن أمام سباق في الزمن، عندنا 5 ساعات. الزمن دائما هو سر النجاح، الوقت سر النجاح، كل المتميزين يجمعون أن الوقت هو سر النجاح، فما بالكم في إدارة الأزمات. يا سلام يا سلام على المجموعات اللي هناك ما شاء الله تبارك الله عليهم. الأخوات هنا كل المجموعات خلاص؟ هناك أشوف عادي، شوف عادي من هناك. يا سلام، آخر دقيقتين ما شاء الله ما شاء الله على المجموعة ما شاء الله. طيب بسم الله،
آخر دقيقتين، آخر دقيقتين. طريقتنا في التدريب ستكون بالشكل التالي: عندنا 12 عامل من العوامل، كل عامل مرتبط بأداء إدارية. هذه العوامل تساعد في حل الأزمات وإدارة الأزمات. هذه العوامل سنتعرف عليها واحد تلو الآخر. الطريقة ستكون أن سنعرف العامل، نتعرف عليه، ثم سنعقد ورشة تدريبية منكم أنتم لتحليل هذا العامل، وكيف نستطيع الاستفادة منه في حياتنا، في بيتنا، في أسرتنا، في إدارتنا، كيف نستطيع الاستفادة من هذا العامل في حياتنا. لذلك المطلوب منكم بعد كل جزء سأرجع مرة ثانية وأسأل سؤال: ما الذي تعلمناه؟ بعد كل جزء سأسمع منكم تعليقات، رح نوزع ميكروفونات، رح نسمع من الجميع تعليقات، نفتح مجال النقاش، نفتح مجال الحوار. ولذلك نريد أن ندير الوقت بفاعلية. باقي عندي آخر دقيقة، خلاص نبدأ نختم. طيب خلنا نتعرف الآن على العوامل 12 اللي تسبب بإذن الله سبحانه وتعالى النجاح، أو ما نسميها عوامل ومحركات النجاح. بس قبل ما أبدأ أتعرف عليها، سؤالي لكم: ما الذي استفدناه من تكوين مجموعات؟ ما الذي استفدناه حتى الآن؟ أسمع منكم في مداخلات. الميكروفونات موجودة هنا عند الإخوة بيساعدوكم بها، الميكروفونات موجودة. تفضل شيخ. يا سلام، جدا رائع. سنعمل سوية كفريق عمل واحد بشكل عمل جماعي. الآن سيصل الميكروفون بإذن الله سبحانه وتعالى. سنسمع منك من جديد، بس الأخ كريم كان يتحدث عن أهمية العمل الجماعي وأهمية التعاون بينهم. شكرا لك كل الشكر. تفضل سي. جمع الأفكار والتعاون القوي. جدا رائع، جمع الأفكار والتعاون، هذا كلام جميل. في تعليق منك دكتور؟ تفضل تفضل. يا سلام، سرعة التعارف بين المجموعة، هذا كلام جميل. تفضل أخي الكريم. تنظيم وبث روح التنافس. طبعا ما فيش عندنا ميكروفونات زيادة، احنا المفروض عندنا 4. تفضل. تنظيم سرعة التنافس. الأخوات لي تعليق؟ نعم موجود هنا. ايه تفضل. ان لكل مجموعة يجب ان يكون رئيس لتحقيق الهدف المجموعة. جدا رائع، في إدارة الأزمات يجب يكون عندنا تنظيم رئيس لكل واحد. طيب جاهزين ناخذ يا جماعة ال 12 عامل؟ الآن الطريقة ستكون بالشكل التالي: سنتعرف على 12 عامل تؤدي للنجاح، والأسلوب بالشكل التالي: كل مرة سنذكر واحد من العوامل، سنفصل فيه أكثر، نأخذ فيه أداة إدارية نطبق عليها، ثم نرجع نفتح النقاش بيننا وبينكم حولها. سنطلب من الإخوة الآن تزويد عدد ميكروفونات أكثر حتى نبدأها. في البداية والأحبة، الأزمة ما هي الأزمة؟ الأزمة عادة هي عبارة عن إدراك، إدراك وليست شيء، هي ليست شيء محطوط، هي ليست مصيبة، ليست مشكلة، هي إدراك. كيف تدرك الحدث؟ قد تدرك الحدث بأنه شيء إيجابي، قد تدرك الحدث بأنه عبارة عن من؟ مشكلة، وقد تدركها أنها مصيبة، هي شيء فكري. لذلك في كتاب لا تحزن ذكرت مجموعة من الدرر تتحدث عن ما نسميها إدارة الأزمات. 12 عامل بثت داخل الكتاب كانت تتحدث عن كيف نستطيع نتجاوز الأزمة ونصل لما نسميه مأمول أو الأمن والسلامة. كيف نستطيع نصل للأمن والسلامة ونتجاوز ما نسميه الأزمة، سواء كانت الأمن والسلامة في بيتنا، في داخلنا، في حياتنا؟ 12 عامل. خلنا نشوف هذه العوامل 12. أول عامل، عامل الإيمان. ونقدر نقول العوامل الأربعة الأولى راح نسميها في كلمة واحدة، اللي هي عوامل الاعتقاد: عامل الإيمان، عامل القضاء والقدر، عامل آخر الصلاة، عامل آخر الصبر. هذه 4 عوامل نقدر نقول عنها عوامل خاصة بالاعتقاد الداخلي عند الإنسان. عوامل آخر المشورة، هذه عوامل خارجية المشورة. عامل اصنع من الليمون شرابا حلوا، راح نتكلم عن كيف تستطيع تغير الإطار، وكيف تستطيع أنك تفكر تفكير إيجابي. ابحث عن السبب دائما في كل أزمة، كيف تستطيع أن تبحث عن السبب وكيف تستطيع أن تجده. كذلك شيء آخر، حساب الخسائر والأرباح. في كل إنسان لما يتعرض إلى مشكلة مصيبة، كيف يستطيع أن يحسب ويوازن الخسائر والأرباح؟ سنتحدث عن ترتيب الأولويات وإدارة الوقت فاعلية وقت الأزمة. سنتحدث عن المرونة وكيف يستطيع أن يكون الإنسان مرن في حياته وفي أفكاره. سنتحدث عن التخطيط، كيف تستطيع تضع خطة وهدف، هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى الليلة في إطلالة عنها. سنختم حديثنا بالبدائل. إذا عندنا 12 عامل، هذه 12 عامل كلها لها علاقة بحياتنا وقت الأزمة. كل عامل من هذه العوامل طريقتنا في التدريب ستكون بالشكل التالي: سنستمع لهذا العامل، نتعرف عليه من الناحية الشرعية، سنتعرف عليه أيضا من الناحية الإدارية، وسنطبق عليه ورشة عمل كلنا نشارك فيها، وكلنا نشارك فيها عملية التعلم. جاهزين نبدأ نأخذ هذه العوامل؟ إحنا جاهزين وأنتم إن شاء الله جاهزين. لله تفضل تابعوا معي الأربع الأولى التي ذكرها الدكتور، وهي العقيدة.
التي هي الإيمان والقضاء والقدر والصلاة والصبر، هذه حل لكل أزمة. تسمى في القرآن الأزمة مصيبة وفي السنة مصيبة، كل إنسان ما دام أنه حي سوف تمر به مصيبة. العامل الأول أن تواجه المصائب والأزمات بالإيمان. وأنا أبارك لكم الأخوات والإخوان أن بالإيمان أنكم مؤمنين بالله عز وجل، وهذا أكبر عامل. أنا قرأت في كتب السعادة حتى الغربية، حتى الغربيون يقول لا بد أن تكون مؤمن على طريقتهم، لأنك كما قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترى سورة الإيمان وسورة مواجهة الأزمات وسورة مواجهة المشكلات ترى سورة العصر، لأن سورة الصبر والعصر. إن الإنسان الذي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك لما ذكر الله المصيبة قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم، انظر الحل، قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأن المؤمن تخف عليه المصيبة لأنه يعلم أنها بقضاء وقدر وأن فيها ثواب وأن الخلف من الله وأن العوض عند الله وأن كلنا راحلون. ولذلك انظر وفاة ابن المؤمن.